إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أيها الموفقون، نفتتح كلامنا اليوم بما ختمنا به مجلسنا في المرة السابقة، يوم أن تحدثنا أن العبرة والعظة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد التأثر، ولكن يجب أن تكون حافزاً للمسلم، حافزاً لتجديد متابعته وعهده، أو تجديد عهده بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل سنته معياراً يقيس به مدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن أول ما يجب على الإنسان أن يفهمه ويعتقده أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بتعظيم الله جل وعلا قبل ذلك الواحد الأحد، فمن تعظيم رسول الله تعظيم الله جل وعلا، وهو أوكد أنواع التعظيم، وهو أوكد ما يجب على الإنسان أن يعلمه ويعتقده ويسعى لتحقيقه. عباد الله، لقد ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعظم أمثلة في تعظيم الله جل وعلا، وذلك لفقههم وسبق فضلهم وعبادتهم. كانوا يعظمون الله بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا جفاء، امتثالا لأمر ربهم. يقول جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمر مطلوب بتقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. سئل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وبعد موقعة أحد، حيث قتل من قتل من المسلمين، خرجت امرأة من الأنصار متحسمة، فاستقبلت بنعي ابنها وأبيها وزوجها وأخيها، لا يدري بأيهم استقبلت أولا. كلما مرت على أحدهم قالت: من هذا؟ قالوا: أبوك، أخوك، زوجك، ابنك. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو أمامك بخير. فلما رأت أخذت بثوبه وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب، كل مصيبة بعدك جلل. أي يسيرة هينة أمام مصيبة فقدك أو مصيبة أن يحدث لك حادث.
كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدب معه والثناء عليه وكثرة الصلاة والسلام عليه والإكثار من ذكره والتشوق إلى رؤيته والأدب في مسجده وتوقير حديثه والذب عن سنته وعرضه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. وفوق كل ذلك وقبله وبعده باتباعه وطاعته والاهتداء بهديه والتحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أسلافنا في تعظيمهم لله ولدينه وشعائره ورسوله وكتابه، فاستحقوا النصر والعزة، ومكن الله لهم في الأرض فأصبحوا ظاهرين. هذا هكذا كانوا، فكيف كنا وكيف حالنا؟ أما والله لو رسخ تعظيم الله في قلوبنا لما كان من بيننا من يصدح نداء الحق في البيت فيرضى بأن يكون مع الخوارف، ويأبى إلا أن يقول الشيطان في أذنيه ويستنكف عن إجابة النداء. ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فما حال المتكاسلين المتقاعدين وما عذرهم؟ والله لو عظمنا شعائر الله وحرماته لما وجدنا بيننا من يفري في أعراض المسلمين غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وقذفا، وهو يعلم ويعتقد قوله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على ألسنتهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لو عظمنا حرمات الله لما رأينا من يأكل أموال الناس بالباطل بالربا والسرقة والرشوة ويتساهل في حقوق الناس وديونهم ويتدثر بدثار المظهرية الجوفاء من دعايات وسيارات وإعلانات. فإن تعظيم حرمات الله القائم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتعظيم حديث رسول الله وسنته القائل صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، والقائل يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. والله لو عظم الله في قلوبنا ما رأينا مظاهر الموالاة لأعداء الله من تقليد ومحاكاة في اللباس والأشكال والعادات والأفكار، لما رأينا من يفضل الكفرة على المسلمين ويقدمهم في الوظائف والأعمال وهو يعلم ويعتقد قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وهو القائل جل وعز ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل من تشبه بقوم فهو منهم. فما أسفا على ما آلت إليه هذه الأمة شبابا وشيبا من عدم تعظيم الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فواسفا على آباء وأمهات وجدوا في أبنائهم الغفلة في بيوتهم، لكنهم مع هذا لا يستيقظون ولا يرفعون رأسا إلا إذا حلت النكسة ووقعت المأساة. أين تعظيم الله القائل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ وأين حديث رسول الله القائل ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو خاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة؟ ولكن لا عجب وشبابنا وفتياتنا يصارعون طوفانا من الغرائز توقدها القنوات والمواقع والبرامج والجوالات، و
وتذكيها الصداقات والعلاقات المحرمة. أين تعظيم الله سبحانه وتعالى القائل ولا متخذات أخدان؟ لا عجب وفئة كثيرة من النساء يعانين من ظلم الآباء والأزواج، من فتاة عضلها وليها، وأخرى خانها زوجها، وثالثة حرمت كلمة تزيد استقرارها النفسي. فالآباء في سمر وسهر وسفر، والبيت حظه الصراخ، وأهل البيت حظهم اللوم والعتاب. فلا كلمة حانية ولا نظرة أبوية، حينئذ يبحث هؤلاء عن هذا الحنان المزيف عبر بوابة الهلاك. أين تعظيم الله وتعظيم شريعته وحكمه عند من يجرون وراء المباحات ويتخيرون العزائم والتكاليف، ويترخصون بالرخص، ويتبعون الشذوذ من أقوال الفقهاء، ويتذرعون بالخلاف للتحلل من أحكام الدين؟ هذا ما يورثهم ضعفا في إيمانهم وتذبذبا في يقينهم. فإن الشيطان لا يرضى من العبد أن يقف عند حد فعل المباحات، بل يسعى جاهدا لينقله إلى مرحلة الوقوع في المتشابه، ثم إلى الحرام عياذا بالله، فيظلم قلبه ويعلو هران، ذلك بأن عقوبة المعصية المعصية بعدها. والانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهايته. يقول الشاطبي رحمه الله: إن الترخص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق، فإذا أخذ بالعزيمة كان حرياً بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه أيضاً، فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده شاقة حرجة. انتهى كلامه رحمه الله. فالمسلم إخوة الإيمان مطالب بالتسليم التام والخضوع الكامل لنصوص الشرع، وإن التسليم يعني خضوع القلب وانقياده لربه وبارئه. فأي تعظيم هذا عند من يحاول لي النصوص وتأويل الآثار ليبيح القناء ويسوغ الربا ويبرر المنكرات ويبطل الصلوات في الجماعات، أو يهون من شأن حجاب المرأة وعفتها؟ أي تعظيم لله عند امرأة تتمصل من حجابها وتتضايق من حشمتها، تحاول الفرار من جنة الفضيلة إلى حماة الضياع عبر ملابس ما أنزل الله بها من سلطان؟ هذا التبرج والسهور الذي شاع بين بنات المسلمين، بل حتى وأبنائهم عياذا بالله، هل فيه من تعظيم الله جل وعلا شيء؟ أو من تعظيم أحاديث رسول الله وسنته صلى الله عليه وسلم شيء؟ إن من يعظم الله ويقدره حق قدره لا يقبل التنازلات ولا المساومات على دينه، بل هو ثابت راسخ بإذن الله، رابط الجأش أمام المحن والفتن، يعلم أن الصابر على دينه كالقابض على الجمر، لا تثنيه عن دينه والتعبد لربه، لا رخصة عالم ولا غير ذلك، لا يلج الحرام لزلة مفتن، لا يأكل الحرام لشبهة مهما كانت، شعاره في ذلك الإثم ما حاك في صدره وتردد في نفسه، وشعاره أيضا: وإن أفتاك الناس وأفتوك. ومن وقع في الشبهات عباد الله وقع في الحرام ولا محالة، وإن هذا الدين متين، فخذوا ما آتيناكم بقوة. أين تعظيم الله في أمة يستهان فيها بورثة الأنبياء من العلماء العاملين، يتعرضون للهمز واللمس والسخرية من قبل صعافقة سخفاء ضعفاء العقول أقسام يتطاولون على
شأنهم لتبقى الأمة بلا مرجعية علمية، فينشأ متعالمون ودعاة مضلون ضالون مضلون يفتون الناس بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. يقول الإمام أحمد: الوقيعة في العلم في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. أين تعظيم الله في أمة يسخر فيها كثير من أبنائها بدينها ويستهزئون بمبادئها يتهكمون بصالحها ومصلحها عبر كثير من وسائل الإعلام ومسلسلات الطيش والفسوق؟ ولا عجب أن يسخر المنافقون، فتلك سمتهم منذ فجر الإسلام كما قال جل شأنه: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن العجب كل العجب أن يصير هذا ويحدث ممن يحملون قلوب المؤمنة وأنفسا غيورا ومع ذلك يشاهدون هذا الفسوق ويتندرون ويتفكهون بمشاهدته، ومواقفهم لا تتجاوز الضحك والتندر. فأين تعظيم حرمات الله؟ أين إجلال الله؟ أين إجلال الله سبحانه وتعظيم حرماته؟ أين تعظيم نهي الله جل وعلا القائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ أين تعظيم الله وحرماته والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر يتعرضون للأذى ويعتدى عليهم وتهان كرامتهم على أيدي سفلة من فئران الخراب وجرذان الفساد ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ عدوان بدني وآخر لساني وكتبة كذبة يسخرون منهم سخر الله منهم. والله لو كنا أمة تعظم الله وتجل أولياءه من العلماء وتحترم شعائره لارتفعت بكل عزة وشموخ راية الأمر بالمعروف وعز رجالها، ولأصبح المجتمع يدا واحدة تدافع وتنافع وتكافح وتذب عن أعراضهم. ولكن إلى الله نشكو غربة هذا الدين وتطاول المفسدين. أما والله لو كنا أمة تعظم ربها وحرماتها ودينها لما وجد فينا من يسمع الغناء ولا من يأكل الربا ولا من يطلق بصره في مشاهدة الفجور والخلاء. لو عظمنا حرمات الله لما ظلمنا بعضنا، ولا حاف معدل ولا حاف عبد على زوجته ولا أولاد ولا قطعت رحم ولا عق والد. فيا أيتها الأمة المرحومة، إن ربكم يناديكم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ويخاطبكم: فلا تخشوا الناس واخشوه. ويخبركم: ومن يعظ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهل منا من يجيب النداء ويعظم رب الأرض والسماء؟ من منا يقدر الله حق قدره ويجل شرعه وأمره ونهيه؟ من منا يسلم نفسه لله وهو محسن ويحتكم إلى شرع ربه في كل أمره ونهيه ولا يجد في نفسه حرجا ويسلم تسليما؟ أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. ثم اعلموا أيها الطيبون المباركون أنه على قدر تعظيم الله، على قدر تعظيم الله في القلوب يكون القرب من الله، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول ابن مندى رحمه الله: والعباد يتفاضلون في الإيمان على قدر تعظيم الله في القلوب والإجلال له والمراقبة لله في السر والعلانية، وإن عدم تعظيم الله في القلوب مصيبة عظيمة فلا بد من المحاسبة والمراقبة. فأي أخيتي أحذركم ونفسي مقاما علت فيه الوجوه وخشعت فيه الأصوات وذل فيه الجبارون وتضعضع فيه المتكبرون واستسلم فيه الأولون والآخرون بالذل والمسكنة لرب العالمين. فانظر بأي بدن وبأي قلب تقف بين يديه وبأي منطق ستجيبه. فعظم ربك جل وعلا وعظم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تنجح وتفلح بإذن الله جل وعلا. واعلم أنه لا سبيل لرضا ربك عليك إلا بهذين الأمرين. إن تعظيم الله في القلوب وإجلاله في النفوس والتعرف على أفضاله وقدره حق قدره هو ساد العابدين وقوة المؤمنين وسلوى الصابرين وسياج المتقين. من عرف الله سبحانه عظم أمره، ومن ذا الذي عرفه حق قدره فاستهان بأمره أو تهاون بنهيه؟ من ذا الذي عظم الله سبحانه فقدم هواه على أمر ربه سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه يعبد ويحمد ويحب ذلك، ولأنه أهل لذلك ومستحقه، بل ما يستحقه سبحانه لا يمكن أن تناله قدرة العباد ولا أن تتصوره عقولهم. ربكم الذي تعبدون وله تصلون وتصومون وإليه تسعون وتحفظون، رب عظيم له من صفات الكمال والجلال ما يفوق الوصف والخيال. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يجيب الدعوات ويقيل العثرات، يغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكروبات. أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من فرح من وجد ناقته بعد فقدها وعليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة. وإنه على قدر خوف المرء من ربه يهابه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله يعظمه الخلق، وعلى قدر محبته لله يحبه الخلق. وإنما يستدفع البلاء بالتوبة والاستغفار والاستسلام لله الواحد القهار. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وذنوبنا، واجعلنا ممن يعظمونك حق تعظيمك، وممن يعبدونك حق عبادتك، وممن يتبعون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. وثبتنا على ذلك، واختم لنا يا أرحم الراحمين بالحسنى. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.